إيه اليوم عطلة، خلي أرتاح من الدوام، خاصة هالشهر تعبت من ورا مديرنا ما عنده غيري. روح دعبول، تعال دعبول، وأرجع للبيت صاير تريد من وراه، خلي أقفل التليفون وما أريد إزعاجات. فدوى حبيبي دعبول، اليوم عطلة، خلنا نطلع شوية نغير جو ونشتري شغلات للبيت. صار هواي ما طالعين سوى أني وياك مثل قبل بداية زواجنا. تعبان ما بيه حل، أنا ما صدقت جت العطلة، أرتاح ماكو طلعة. الله عليك، حتى نلهي الصغيرون رزونا خطية، ما طالع الله عليك. قلت لك اليوم ما أقدر، لا تلحين، أريد أرتاح باب البيت ما أطلعه. اصبر لي اليوم، انا اعلمك، هسه شوفك شلون راح اخليك ترتاح. دعبول حبيبي، خلصنا مسواق، اريدك تجيب لنا مسواق، اليوم ما اقدر اطلع، الطفلة قاعدة تبكي ما ادري ايش بيها. اهو هاي شلون شغلة؟ حارة اسم الصمت، خلي أبرد شوية وارتاح. وين الريمون مال التلفزيون؟ إيش ما دريني، يمك دور عليه. حبيبي عندنا الحنفية مال المطبخ مكسورة، الذب ماي، تعال شوفها. اليوم شي خلصها وياكم؟ دعبول حبيبي، حفاضات خلصت، نسيت ما قلت لك، جيب لنا حفاضات هسه. أنا مو قبل شوية طلعت، ليش ما قلتي؟ اي هسه أنا إيش مدريني؟ هم قالت إيش مدريني؟ حبيبي مدى ألحق، أريد أكمل الغداء، شطفت البنية بس لبسها الحفاضة. أدري ابتليت اليوم قعدت خو ما ابتليت. حبيبي دعبول، أهو هم صاحت، اشتردين النوب. اخ تعبت، بعد ما اقدر، لو مداوم اليوم احسن لي، لو طالعين الصبح وخلصان.